الاعزاء، اليوم غادي نقدم لكم واحد لونطري كتجي زوينه وبنينه وخفيفه، ما كنحتاجوش فيها بزاف تاع المقادير. كما كتشوفوا معايا عندنا البيض المسلوق، وعندنا موزاريلا، وعندنا مايونيز، وعندنا شويه تاع البيض مقطع. ودابا بقاو معايا تشوفوا الطريقه. في الاول كما كتشوفوا معايا غادي نقطعوا البيضه على نص. بعد ما قطعنا البيض على النص غادي نحاولوا نديروا الصفار في الطبسيل، وهذا نخليه الصفار مزول والبيض بعد ما سالينا البيض ديالنا كنتبعوا لهاد الطريقه. ودابا غادي نزيدوا شويه تاع البيض وخبز. ودابا غادي نزيدوا الموزاريلا. نحركو شويه، ودابا غادي نحاولو نحركو شويه، ودابا غادي نزيدو المايونيز. ونحركو. علاش كدير؟ بعد ما سالينا العماره ديال البيض ديالنا غادي نحاولوا نعمروا الوسط ديالو. في النهاية ها هو الطبق ديالنا راه وجد. انا بعدا عزيز عليا بزاف، كيجي على الشكل صحه وراحه. يلا السلام عليكم وباي باي عليكم.